هل يجوز الترحم على الفاسق؟ المؤمن نعم يترحم عليه ما دام لم يخرج من الإسلام، إنه يدعى له ولو كان عاصيا، يدعى له ولو كان عاصيا، بل هو أحوج إلى الدعاء أن يغفر الله له وأن يتوب عليه. الذي لا يجوز أن يستغفر له الكافر. نعم، ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى أصحاب الجحيم. أما المؤمن ولو كان فاسقا فإنه يدعى له حيا وميتا. نعم.